نعم سينان. أنت لساتك باسطنبول؟ إيه باسطنبول، يعني وين بدي يكون برأيك؟ حاسة حالي عصيانة بهالبلد. بتعرف بيتي وين مكانه؟ بأفقر شارع بهاي المدينة. وبلشت اشتاق لحياتي لما كنت بألمانيا. إلك عندي خبر. يمان. إيه. اهدي بالأول، أختي أنت حامل. أخي اختصر بالحكي وخلصني وقول شو بدك. يمان توفى الله يرحمه. شو أختي؟ وين رحتي؟ بس ما يكون صار لك شيء؟ أسيل؟ بكرة الصبح بكون عندك وباخدك من هنيك ومنرجع سوا. اسمعيني منيح، إذا أنت حابة تضلي باسطنبول تعملي لي وكالة عامة وأنا بخلص إجراءات الورثة. ماني عم صدق ابنه؟ صدقي صدقي، لأنك صرتي ست غنية. من هون لبكرة لازم تقرري شو بدك تعملي. رح تيجي معي ولا رح تضلي؟ طيب طيب، أنت أول ما توصل حاكيني. شو قررت؟ ما قالت لي. صوتها كيف كان لما خبرتها أني متت؟ ما فهمت عليك، هي ليش لا تفرح بخبر موتك؟ ولا يهمك، بالحقيقة أختك هي سبب اللي عم أعمله. اللي عم يدوروا علي صاروا يلاقوني، والعنوان بيعرفوه بسهولة، تحت التراب، وإذا بدهم يلحقوني. مين عم يدور عليك؟ ممدوح البلاء الأعظم. من تحت راس أختك تورط مع هذا الزلمة بقصة كبيرة وقدرت أهرب منه. وشو رح تعمل مع أسيل؟ ما بعرف. برأيك شو أعمل؟